التنسيق ديال واحد اللجنه اللي ذكر على هذا الشيء ديال الحوار وهذه اللجنه ديال تكافؤ الفرص وكذا. قلنا ولكن مشينا اشتغلنا واحد ثلاثه اجتماعات ولا اربعه وهيئنا بعض الجوانب، ولكن من بعد كنا كنمشي الناس ما كيعتذروش علينا ما كيجيوش. هنا بدات المشاكل وتوقف الموضوع، مع العلم ان الجو العام اللي كاين في الجامعات هو اثر على هذا الشيء.